واحد من أبرز الغيابات، لأنه هداف الدوري، لأنه هداف النصر، لأنه واحد ممن كان ينقذ النصر دوبا قبل أن يأتي هذا المنقذ الكبير كريستيانو رونالدو. عبد الرحمن غريب الباطن، الباطن سبق أن حقق الفوز على النصر، ليس في مرة بل في مرتين، لكن تبقى الأفضلية لرفقاء رونالدو، الكعب الأعلى لرفقاء. مباراة اليوم الكرة وصلت إلى كريستيانو رونالدو خارج منطقة الجزاء، رونالدو يبحث عن غريب، عادت الكرة بإسقاط، راح تلجم والشاه لرونالدو، البحث عن المرور، المرور الأول ناجح، الثاني ناجح، التدخل المطالبة بخطأ. أرقام طيبة بيقدمها، أداء طيب بيقدمها في الفترة الأخيرة، تناغل كبير، الأدوار التكتيكية اللي بيقوم فيها بشكل جيد باستثناء الوصول الأول، يعني الهدف الأول، اللقطة الأولى تكفي يا بالتأكيد الضغط راح يكون ترفع غريب، والعرضية الرأسية من رونالدو، والكرة بتعدي وبتروح إلى ركلة مرمى، ظهر رونالدو مع الدقيق بحثاً عن كريستيانو رونالدو، لكن الرأسية بتعدي، بعدين ترفعها بس، عليها بس، ورونالدو هو بدوره يقوم بالواجب، يؤدي اللازم، الأرقام تتحدث بذلك، موروسيو أنطونيو التدخل، الكرة إلى ركلة ركنية باتجاه الكابيتانو، لكن سامي يقول ركلة مرمى يا رونالدو، سامي الجريس يقول ركلة مرمى يا رونالدو في اللقطة الماضية. قرار حكم المباراة، شوف اللقطة مرة أخرى، موروسيو